الخطاب الملكي أولا في شموليته كان متوجها لجميع المغاربة بكافة مسؤولياتهم، سواء الموجود في القطاع الحكومي اللي كيسير أو اللي كيشرع أو حتى المواطن البسيط اللي كيستهلك الماء أو اللي معني بالاستثمار. في الموضوع المتعلق بالماء، أولا جلالة الملك أكد على حقيقة هو أن الموضوع ديال الماء ديال الجفاف أصبح بنيويا وسيلازمون، وأن التغيرات المناخية اليوم تلقي بالظلال ديالها على البلاد ديالنا، ولهذا جاء في خطاب جلالة الملك كلمة مهمة، قال كيفما كانت التساقطات اللي غادي تعرفها بلادنا في السنوات القادمة فاحنا خصنا نستمروا بنفس الوتيرة ديال الاستثمار. هذا الاستثمار مفروض يتوجه في ثلاثة الاتجاهات، وهي رسائل مهمة، وأننا اليوم توجه الاستثمار نحو البحر، تحلية مياه البحر لأن يمكن هذا الاستثمار ما غاديش يضيع، ثم لا 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 أمام ندرة التساقطات وأمام أيضا نضوب الفرشة المائية. المسألة الثانية هو إعادة استعمال المياه العادمة المستعملة في المياه الصناعية، إذن إعادة اليوم حتى هي تحليتها أو صغاء أو تصفيتها باش أنها إعادة استعمالها، بالخصوص على الأقل في المجالات الخضراء اللي كتقال اليوم كدير واحد الضغط على الماء الشرب في المدن. ثم المسألة الثالثة اللي بعض الأحيان ما تتبانش ولكن نركز على جهة الملك، هو الترشيد والحكمة في المجال المياه، لأن ملايين المترات المكعبة كتضيع في هذه المدن بدون انتباه لها، سواء بتسرب ديال المياه، سواء مسألة ثقافية أن مازال عندنا الرفاهية ديال استعمال الماء. ومع قال جلالة الملك توجه نحو الطاقة الخضراء. الموضوع الثاني هو المرتبط بالاستثمار، كنعتقدوا أيضا فيه ثلاث رسائل صفتها جلالة الملك للجميع باش أن الاستثمار يحتل المكانة ديالو إلى جانب الاستثمار العمومي. واحد، أولا إزالة العراقيل وتبسيط المساطير باش المستثمرين والاستثمار يتمشى بسرعة. اليوم تلقاو شي حقيقة مرة، مستثمر تحت الملف ديالو ثلاث سنوات، بعض الأحيان كاين اللي ثلاث سنوات لأربع سنوات سنتين وهو تيتسنى مساطير متعددة ومتنوعة. إذا جلالة الملك كان واضح. المسألة الثانية هو الدعم، توفير الدعم للاستثمار سواء الأجنبي أو هذا باش أننا القولو يعني كتضيف له دفعة باش أنه يقوم بالدور ديالو. ومع هذا أيضا توفير الأمان والضمانات للمستثمر الاستثمار الأجنبي. ثم المسألة الثالثة اللي شر لها جلالة الملك الموضوع هو موضوع التمركز، هو إعطاء المكانة اللائقة بالمراكز الجهوية للاستثمار باش أنها تقوم بالدور ديالها وإعطائها الدعم وإعطائها الصلاحيات باش أنها تشرف على الاستثمار، لأن من شأن هذا الموضوع يعطينا نسب نمو مهمة، يعطينا فرص شغل مهمة، وبالتالي على هذا الأساس في الموضوع الثاني ركز جلالة الملك على المقاولات الصغرى والمتوسطة. وكعادته صاحب الجلالة في الافتتاح نتاع كل سنة تشريعية تجيب يعني مواضيع حيوية مهمة وغالبا مستعجلة اللي تنجعلوا منها في البرلمان حكومة ومنتخبين ورقة طريق العمل خلال السنة، إلى جانب ما نحن بصدده بخصوص الحماية الاجتماعية ثم المنظومة الصحية. اليوم صاحب الجلالة وغيرها، يعني اليوم احنا بصدد التفكير والدراسة بالنسبة لتعديل مدونة الأسرة، بالنسبة لتعديل القوانين وفق توجيهات الخطاب الأخير صاحب الجلالة بخصوص مغاربة العالم، نحن إن شاء الله سوف نعمل على هذا الموضوع الماء بواحد تفكير جيد، وسوف ندفع في اتجاه يعاد النظر. نعم ندعم الفلاح يعني بكل، ولكن أن يعاد النظر بالنسبة لبعض الأنواع نتاع الخضروات والفواكه اللي تتستهلك بزاف ديال الماء، وأن ندفع في اتجاه حكمة جيدة وحسن تدبير هذا يعني الثروة المائية اللي ما عندها ثمن. بالنسبة للموضوع الاستثمار هو الحل الوحيد في المغرب إلا بغينا نمشي نقلبوا على مداخل
يعني الدولة على مستوى الميزانية. لا يمكن، وهذا الشيء قلناه البارح كنا نهضروا فيه، لا يمكن أن نستمر في البحث على هوامش في الميزانيات باش نقلبوا ونزيدوا شوية الضريبة من هنا ولا. الحل ماشي في الضريبة بوحدها، ثم الاستثمار هو مفتاح الشغل، هو مفتاح السعادة، هو يعني مفتاح الكرامة. ف لابد أن ندعم المقاولة المغربية صاحب جلالة، ركز على ذلك، ركز على ذلك على القطاع الخاص وعلى اعتباره يعني حيوي ومهم، وركز على وضع واحد الجاذبية اللي غتجعل أن المستثمر الأجنبي غادي يعجبوه المغرب ويجي. طبعا هما راه تيعجبوهم، ولكن خصنا نقلبوا لهم على بعض الامتيازات اللي غتحفزهم ويجيو. طبعا المغرب تبارك الله بلد امن، ما كاينش الحمد لله، ف يعني وكاين استقرار سياسي، وهذا بفضل الدوله العلويه اللي جابت يعني دائما اوراش اجتماعيه كبيره. الدوله الاجتماعيه راه عندها امتداد عبر القرون، وصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره ويطول عمره جاء بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاء بواحد العدد المشاريع، هادو آخرهم موضوع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. إذن أوراش كبرى اجتماعية اللي ما يمكن إلا ترجع بنفع البلاد. احنا دائما سعداء، واليوم سعداء بصراحة أكثر وأكثر وأكثر، لأن صاحب الجلالة بالحضور ديالو، بالخطاب الرزين، بالابتسامة ديالو، أعطى واحد يعني واحد النشاط ما تصوروش. بصدق كل شيء الناس اليوم ناشطين بواحد الشكل كبير جدا، لا غرابة في الموضوع، فقط صاحب الجلالة تيفضح هذوك الأعداء نتاع الوحدة الترابية وهذوك المصيبة ديال الأشغال. نقول لكم السماسرة في المستوى الدولي في قضايا راكم تتعرفوها، فإن شاء الله الرحمن الرحيم دائما غتبقى اللحمة والعهد ما بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. ويهمنا إسعاد والحفاظ على كرامة المواطن، ويعني عاش المغرب والله يسخر الجبتيزين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.